ركزت في الفترة الحالية على التدريبات والتعليم، وين بحاول إني أعطي للنساء الفلسطينيات شوي من خبرتي في التفصيل والخياطة. يعني النساء الموجودات اتعلموا الخياطة، المشروع وفر لهم ماكينات خياطة للبيت، ومننتج ومنصمم منتجات لهم على في البيت في المطبخ وإلى آخره. يعني يمكن كان عندي قدرات، عندي مواهب، عندي أشياء أنا ما كنت عارفة عنها. من خلال هاي المشروع يعني اكتشفت إنساني يمكن أنا كانت داخلياً فظهرت مرة واحدة، يعني كتير أفادني من ناحية شخصية، ثانياً أفادني أنه من ناحية مادية. مش واقعي انه احنا نتوقع انه الرجل لحاله بيقدر يعيل عائلة كاملة، خاصة اذا ما كان من عائلة خلينا نحكي مقتدرة وقادرة، مثلا انه عنده بيت قادر يأسس حاله على اساس اشي انبنى من اهله. للأسف اليوم كتير صعب.